مشاهدينا وينضم إلينا مباشرة وعبر سكايب المتحدث السابق باسم التيار الصدري الشيخ حسن الزرقاني، فأهلا وسهلا بك شيخ حسن. أهلا وسهلا بك. حياك الله. يعني رسائل الصلاة الموحدة يعني للتيار الصدري، ما أدبيات هذه الصلاة، لا سيما لو علمنا أنها قد تكررت لأكثر من مرة خلال أقل من شهر؟ والحديث لك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. تحية لك ولجميع مشاهدي قناة دجلة الكرام. سيدي الفاضل، إن صلاة الجمعة بحسب سيرة آل البيت الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيها شقين، شق يعالج شؤون الأمة وشق للتوعية والوعظ والإرشاد. فصلاة الجمعة من شأنها أن تعالج المشاكل التي تواجه المجتمع سواء كان محليا أو وطنيا. وبالتالي الآن المجتمع العراقي يواجه مشكلة كبرى، ألا هي مشكلة الانسداد السياسي ومشكلة الاختلاف ما بين مسارين كبيرين، مسيرة الإصلاح ومسيرة الإصرار على المحاصصة الفاسدة التي يعاني منها جميع أبناء الشعب العراقي. بالتالي هذه الصلاة لابد أن تأخذ دورها العبادي أولاً، لتستمد وتستلهم القوة من السماء ومن فيض الله سبحانه وتعالى، وفي ذات الوقت عليها أن تعالج جماهيريا مع هذا العدد الضخم في صلاة موحدة شأن الأمة ومواقف المجتمعين في هذه الصلاة. ما نحى إليه السيد مقتدى الصدر حينما رفع راية الإصلاح بصورة جدية ونزل إلى الميدان مع استعداد عالي للتضحية بالنفس قبل التضحية بالآخرين، أنه لم يشأ أن يخطو أي خطوة من دون مساندة ومؤازرة الجماهير. طبعا هذه الجماهير التي تراها ليسوا جميعا من التيار الصدري، وإن كان الغالبية يقينا من التيار الصدري، لكنها تحوي جميع طوائف وفئات الشعب العراقي. وبالتالي هذا الحضور، وهم يعرفون تماما ما صدر من موقف رسمي من السيد الصدر في خطابه الأخير، هو حضور تأييد وحضور مسانده ومؤازره على هذا المنحى وهذا المسار وهذا السعي الجاد لعمليه التغيير الجذري. لذلك صرح امام الجمعه بانهم ماضون هؤلاء الجموع، هؤلاء الحضور بكافه اطيافهم بكافه انتماءاتهم، ماضون مع مشروع التغيير، ثابتون على خيار حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكره. هذا هو الدور الذي تؤديه صلاه الجمعه، ولا سيما في اجواء عاشوراء، اجواء التضحيه. طيب شيخ، سابقى في هذا الدور وفي الشق الاول الذي ذكرته قبل قليل وهو علاج شؤون الامه، السيد الصدر يعني نادى بتعديل الدستور وايضا نادى بتغيير النظام، يعني هل نفهم من هذا ان السيد الصدر لن يقبل اي حوار او نقاش بهذا الموضوع او حتى تسويه؟ بالنسبه للسيد مقتدى الصدر، رأى أن جميع الحوارات السابقة لم تؤدي إلا إلى تكريس عملية المحاصصة وعملية توزيع المغانم والمكاسب وحلول ترقيعية لن ترقى إلى أي تغيير ينفع ويخدم العملية السياسية التي بدورها لابد أن تكون خادمة للشعب العراقي. من هنا حينما حدد في خطابه الخطوة القادمة، فمن يشاء أن يتعاطى مع هذه الخطوة بجدية وإيجابية ويتحاور على أساس تفعيلها فأهلا وسهلا حيهلا، ومن يريد أن يعود بنا إلى مربع المحاصصة التي وصلت إلى نهايتها المحتومة فهذا الحوار مرفوض جملة وتفصيلا من قبل سماحته والأخوة في مكتب السيد الشهيد الصدر. سيد الفاضل، أن هذه الجموع التي جاءت في هذا الطقس الشديد الحراري، الحكومة قد أعلنت العطلة الرسمية لجميع البلاد بسبب ارتفاع حاد جدا في درجات الحرارة، يأتون ويحضرون هكذا تحت الشمس اللاهبة ومن دون غطاء أو وقاء، يظللون أنفسهم بمظلة الإصلاح، يمنون أنفسهم بأن يكونوا دروعا لعملية التغيير من أجل مستقبل أفضل لهم ولأطفالهم. هؤلاء الجمع يعطون تأييدا كبيرا لهذا المسار، مسار التغيير. والا فان السيد مقتدى الصدر لا يريد ان يصادر الاراده الوطنيه، يريد ان يحظى في كل خطوه من خطواته بتاييد واسع من الجماهير حتى تكون عمليه التغيير عمليه حقيقيه غير نابعه من جهه واحده، بل من اراده مجتمع متكامل
وهؤلاء قد جاءوا ليستغلوا الفرصة الذهبية التي عرضها مقتدى الصدر حينما قال استغلوا وجودي. فإننا بواقع الحال لو تأملنا فليس توجد أي إمكانية للتغيير إلا بهكذا قيادة وهكذا تأييد جماهيري، وإلا فإن التغيير الذي يحدثنا به البعض من المحللين والسياسيين سوف يأتي من الخارج، والتغيير الذي يأتي من الخارج لن يخدم الشعب العراقي بل سيخدم من يأتي بأدوات التغيير. كما أن هذه الفئة التي حكمت والتي آذت الشعب العراقي وكرست المحاصصة المقيتة والتي فرقت حتى أبناء الأسرة الواحدة، فإنها جاءت بإرادة خارجية ولا زالت هي تفرض علينا إملاءات خارجية، سواء كانت من دول كبرى أو من دول إقليمية تنتمي لها شرقا وغربا، في حين أن قرار السيد مقتدى الصدر قرار وطني من دون أي مرجعية سياسية خارجية ومن دون أي إملاء شرقي أو غربي. فهذا قرار عراقي، وهذه أداة التغيير الوحيدة التي ينشدها الجميع، فإن لم يستغلها وينتفع نعم بها الجميع فستفوت الفرصة ويأتي التغيير حتما من الجهة الخارجية، ويكون هذا التغيير بشكل آخر بدل من هؤلاء الإسلاميين بآخرين ليسوا بإسلاميين ولكن صدقني بنفس الفساد وبنفس الوتيرة، لأنهم لن يكونوا خارجين من رحم الشعب. لابد أن تكون هذه النهضة نهضة جماهيرية يشارك بها الجميع، ومن يشارك سيكون له حق التغيير. فلا تعتبروا هذه الفرصة فقط للصدريين، إنها فرصة الشعب العراقي، والسيد الصدر طيب، راعي وإذا لها. هي أيضا فرصة الأطراف الأخرى. شيخنا الجليل، كل ما ذكرته هو جميل، لكن بالمقابل الإطار يتمسك بتشكيل الحكومة ويرفض رفضا قاطعا سياسة فرض الإيرادات وسياسة لي الأذرع، فما المخرج للعملية السياسية؟ وأسأل هنا أيضا من وجهة نظرك، ما المخرج للإطار التنسيقي لإيجاد حل، سيما لو علمنا أن التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر قد ربما هناك تسريبات قال قد فرض أنه أن يكون هناك اعتذار من قبل شخصيات في الإطار، وتارة أخرى يقول رشحوا لي فلان من أجل التفاوض، فما المخرج للعملية السياسية والمخرج للإطار أيضا من وجهة نظرك؟ المخرج للعملية السياسية، هناك خبراء قانونيون يستطيعون أن يجدوا الثغرات القانونية والأدوات القانونية التي تساعد، والدستورية التي تذهب إلى هذه الانتخابات المبكرة وإصلاح مقدماتها التي يشكل البعض بأنها تحتاج إلى مقدمات وتحتاج إلى قرارات لا بد أن تصدر من الجهات التشريعية. كل شيء له حل، حتى انه انا لا اريد ان اخوض بالتفاصيل في نشره، فالنشره لا تسمح بالكثير من التفصيل. هناك حلول دستوريه وهناك حلول قانونيه لكل الاحتمالات. اما بالنسبه للمخرج لقوى الاطار، اولا عليهم ان يبادروا بخطوات تنسجم مع اراده الشارع العراقي، ليست لي اذرع. هؤلاء القوم قومكم، وهؤلاء الشعب شعبكم، اذا كنتم تنتمون لاراده وطنيه. إذا ما كنتم تنتمون لإرادة وطنية فذلك شأن آخر، وأعتقد أن هذه الصفحة ستنطوي بإرادة هؤلاء المصلون وهؤلاء المصلين وهؤلاء المنتفضين في ثورة عاشوراء. عليكم باتخاذ خطوات جبارة داخليا بأن تنسجموا مع هذه الإرادة الشعبية، وأن تطالبوا كما يطالب هذا الشعب بحل هذا البرلمان الذي أصبح يشكل عقدة في سبيل الإصلاح والذهاب إلى هذه الانتخابات بتماهي مع إرادة الشعب وليس بلي للأذرع. لسنا في حالة فرض إملاءات، نحن كما كان هناك قانون لاجتثاث البعث على اعتبار أنه كان سبب من أسباب تعطيل العملية الديمقراطية والإضرار بالشارع العراقي، لابد أن يستحدث قانون جديد وهو استئصال الفاسدين، وهذا القانون يسري على الجميع، على التيار الصدري كما يسري على غيره، حتى نستطيع أن نخطو خطوة صحيحة إلى الأمام. فإذا كان الأخوة في الإطار يسعون بطريقة جدية لأن يطووا صفحة الفساد الماضي وأن يكونوا أداة من أدوات التصحيح والإصلاح، لابد أن تظهر منهم مواقف تكون مؤكدة لرغبة الشارع العراقي ومنسجمة مع إرادة الشارع العراقي، وليس قضية لا ذراع ولا فرض إرادة. ف
فإرادة الشعب فوق كيف هي كل يعني إرادة. ليست لي ذراع؟ البعض منهم يرى، البعض يرى أن في هذه الحشود والتظاهرات ورقة ضغط عليهم، وورقة ضغط أيضا لرفض مرشحهم. بالنسبة لمرشحهم، ليس مرشحا مقدسا منزلا من السماء. إلى الآن لم يصدر منه أي تصريح، إلى الآن لم تصدر منه أي مبادرة، إلى الآن لم يصدر منه اعتذار عن ترشيح قد يجر البلد إلى حرب قاحلة، قد يقسم البلد. لم يصدر منه تصريح يقول أنا مع هذه الإرادة الشعبية أو ضد هذه الإرادة الشعبية. قلتها في أكثر من مرة، الرجل ليس رجل المرحلة، قد يكون صالحا، قد يكون جيدا، لا أناقش شخصه، ولكنه ليس رجل المرحلة. فأما أنه يتشبث بترشيح، مجرد ترشيح، ولا يهمه أن يذهب الشارع العراقي إلى الكثير من المصائب والكوارث، فيما لو حصل الاصطدام ما بين الإرادتين كما يعبرون، ها لا يهمه ذلك، المهم هو متمسك بترشيحه، أو أنه يريد أن يتنازل لكنه يخاف من إرادة الإطاريين، فبالتالي هذا الرجل لا يستطيع أن يكون الشجاع الذي يناشدون به بحسب ما كانوا يصرحون. نحن بحاجة إلى رجل شجاع يدير المرحلة، فما هو بالرجل الشجاع؟ لأنه يخاف من إراداتهم ولا يستطيع أن يعترض على ترشيحه. نعم إذا شيخ ليس حسن، هذا آسف رجل لضيق المرحلة. الوقت، لكن سؤال سريع، يعني تذهبون باتجاه إعادة الانتخابات، يعني ما الذي سيختلف في هذه الانتخابات عن من سبقها؟ لابد أن تسبقها قضية كما صرحت بأن تكون هنالك عملية منع للفساد والفاسدين من تكرار هذه الوجوه. لابد من استحداث قانون يمنع الفاسدون الذين تورطوا، يمنع الفاسدين الذين تورطوا في ملفات فساد وفي ملفات هتك للأمن الوطني والسلم المجتمعي، حتى لا تتكرر عمليات الإفساد المستقبلية كما حصلت في كل الدورات السابقة. لا نستطيع أن نصلح الوطن مع وجود حيتان الفساد. لا نستطيع أن نصلح العملية السياسية مع بقاء من يصر على المحاصصة. هذه نقطة رأس سطر. نعم، كنت ضيف الرابعة المتحدث السابق باسم التيار الصدري الشيخ حسن الزرقاني، فشكرا جزيلا لك.